اليوم أكبر معجزة بدنا نعملها، خوارق يا حبيب قلبي، يلي بيمشي على المي، يلي بيطير، في كتير بيعملوا معجزات وخوارق. وفي واحد هيك عم بيخبر، قال له أنا الشيخ عندي عنا بيمشي على المي، قال له السمكة بتمشي على المي، قال له الشيخ عنا كمان بحط حصيرته وبيطير، قال له العصافير بتطير، احنا مش احلى من طيور السماء وسمك البحر. قال له شو المعجزة اللي بيعملها شيخك؟ قال له اكبر معجزة انك ما تعمل معجزات، اخترق بدون ما تحترق، من سمائهم تعرفونه. المسيح لانه عايش مع اليهود مختارين بالعقل، عمل كم علامة بس، وهيك الحبيب والإمام علي بس تيفرجيهم أنه وفيك انطوى العالم الأكبر، بس ما تتباهى فيها، ما تستكبر يا سارية الجبل. نعم اخترق وما تحترق، أسرى بعبده، وفينا انطوى أسرار كبيرة، العوالم كلها فيك. اليوم اللي عم تعمله أمريكا أو إسرائيل أو العلم أو الشر، إمبلي درية قتلوا ملايين من الناس بما كسبت أيدينا. تتذكر وقت لجأ أبو ذر؟ نعم، قال له من عمل مثقال ذرة خير أو شر لحالة بتكفي، لقد اكتفيت بالذرتين يا رسول الله. فإذن مش بالسحر وبالشعوذة، ومن البيان لسحرة أكبر سر حطه بهالجسد وأقرب إلك من حبل الوريد، سر كبير، شو ما أكلت بيتحول إلى دم ولحم وعظم، ما في مكنة ما في علم بيقدر يعمل مثل هالجسم. فإذن السر الأكبر هون، ما بدي حفاة عراتنا تطاول في البنيان ولا كل هالتكنولوجيا. إمام علي ما عمل، قال له حكيهم يا سارية الجبل، قال له راحوا على إيران على الفرس، قال له حكي. فإذا نحن خليفة الله، كل إنسان مسيح ممسوح بالله. هيدي أكبر معجزة إنه ربي حط سره فينا. نعم، وقال أنا معكم من المدد إلى المدد، يا صمد ويا سند.